في شهر رمضان الكريم تربية على عبادة قيام الليل، وهي تجمع عدة فضائل: قراءة القرآن وكونها في الثلث الأخير من الليل، وقراءة الليل التي هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً ونور في الوجه وأقرب لاستجابة الدعاء، فمن استمر عليها وداوم أدرك قدرها وسرها. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظنا لكم.